طبعا باسم مجلس الكليه الحقيقه كله. طبعا في ان قدر الحمد لله يكون معانا متواجد النهارده, وفي طبعا ظروف ما سمحتش يكون متواجد مع حضرتك, بس الكل الحقيقه مأمننا امانه توصيل شكره وتقديره وامتنانه, ويعني جزيل 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 يا فندم الشكر على كل حاجه حضرتك قدمتها للجامعه وللكليه ولنعصر ولنعكس اثرها على المجتمع ككل الحقيقه يا فندم. يعني فيعني شكرا 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 لحضرتك بالاصاله عن نفسي طبعا اكيد, وبالنيابة عن مجلس الكلية وعن كامل أعضاء هيئة التدريس وكامل أعضاء الهيئة المعاونة وكامل أعضاء السادة الموظفين وكامل أعضاء العمال, لأن حضرتك الحقيقة فندم لم تبخل على أي شخص ينتسب أو حتى غير منتسب بصراحة كمان لجامعة القاهرة, فكامل الشكر الحقيقة معي الوزير الحقيقة. يعني آخر مجلس طبعا اللي كان يسعدنا ويشرفنا تشريف حضرتك فيه, بس انا عارفه طبعا راح كان مشغول جدا جدا, وراح يا فندم يعني باسم المجلس كله في اخر مجلس كله في شهر 7 احنا تلعب باسم المجلس كامل شكر وتقدير وامتنان لحضرتك ودرع بسيط جدا 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 يا رب, بس يعني تعبير بسيط قوي عن حبنا العظيم وتقديرنا الشديد لكل حاجه حلوه جميله حضرتك قدمتها لنا جميعا بلا استثناء بلا استثناء. بسعنا شكر وتقدير يسعدنا أن نتقدم بخالص التحيات العطرة إلى معالي الوزير السيد الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخوش متمنين لمعاليكم موافر الصحة والسعادة. اسمحوا لنا معاليكم بتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لمعاليكم, وذلك بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كامل أعضاء مجلس الكلية المؤقت لكل جهود معاليكم الرائعة وعلى عملكم وتعاونكم من أجل رفعة هذه المؤسسة العريقة التي يراها ويلمسها الجميع والتي أدت إلى رفعة مؤسستنا العريقة بالكثير من الإنجازات الهامة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خالص على إخلاص معاليكم وتقديركم ومبادرتكم الوطنية التي كان لها عظيم الأثر وبالغ الأهمية على المجتمع في أكثر من شكرا.